كمواطنين كنا نقوم في كثير من دور العبادة بأن إحنا اللي نجيب الزل ونركب الإيسي ونحط البنكة في السقف نسويها والساعة، الأمور هذه كلها نسويها، لكن في غياب أحيانا يتم. هل بعذر أو بدون عذر؟ الفكرة أنا في اعتقادي كلنا علينا واجب وكلنا مساءلون في هذه المسألة. سيتم توجيه الأوقافين إلى زيادة النظر في مسألة الصيانة، وإن كنت دائما أرى أن الاستعانة بالقطاع الخاص في هذا الموضوع أساسية وهامة، بحيث يمكن توفير الصيانة حتى على مدار الساعة والتواصل يكون بشكل أفضل، وهذا إن شاء الله ما وجهنا به من قبل ونسعى إلى تحقيقه مع الأوقافين.